دائما مباراة أولمبيك ليون. الرجاء وضربة جزاء لم يمنح الحكم في آخر ثواني اللقاء لرجاء. اللي كنشوفوا هنا كان تدخل هنا عن تاكل سوميل ديال اللاعب ديال فريق أولمبيك خليفكة على اللاعب ديال فريق الرجاء البيضاوي في الركبة ديالو، وبالتالي الحكم هنا نقصوا التركيز ونقصوا في الشجاعة والجرأة باش يعلن على ضربة جزاء في هذا الوقت بالضبط. وهنا شوف هنا شوف اللاعب هنايا لو تاكل هنا حتى لو تاكل هنايا يستحق ورقة حمراء، لأن كما كيقول لك المشاهد اللاعب ديال فريق الرجاء الجزاء مع الطرد. نتمنى انك تشوف معايا هذه الحاله وتشوف اللاعب كيفاش هنايا دقيقه هذه 36 كيفاش اللاعب غادي يدير الكره وغتمشي له وغادي يولي ينزلها باليد ديالو هنايا. ربما هذه غابت حتى على المخرج انه وقعت في الدقيقه 35 باغي يعاودها حتى للدقيقه 45. دابا هذه ضربه جزاء، ضربه جزاء هنا كاينه لمسه يد متعمده. شوف اللاعب هنا كيفاش انه كيحط الكره هنا الترويض الكره باليد. نشوفوا الهدف اللي سجلها جوغ قبل دقائق من نهايه المباراه اللي كتراجع انتصر 1-0 ومازال ما فهمناش واش الحكم علينا على شروط ولا على خطا. هنايا غادي نشوفوا اسامه هنايا التسلل ما كاينش، هنا شوف ان اللاعب راه مهرس بحال الكره ديال الوداد مع الاهلي، وهنا كذلك الخطا ما كاينش. انا غنشوفوا هنا يشوف ان هنا كيفاش ضربات الكره انه هنا التسلل ما كاينش الا كان غادي يعلن على تسلل، والخطا كذلك ما كاينش لان اللاعب هنا سبق حارس المرمى وسجل اصابه مشروعه. هنا الحكم كنشوفوا هاز ضربه خطا غير مباشره، الا كان عندنا تسلل التسلل ما كاينش، الا كان على الخطا الخطا ما كاينش. لا وجود لا للتسلل ولا لضربه خطا غير مباشره. هنا غادي نشوفوا هنا كان انطاك الريغولي ديال اللاعب شاكير كيفاش غادي يلعب الكره هنايا اسامه. شوف هنايا كيفاش ضرب الكره من البزغودي من شاف الكره مشات له كيفاش غادي يفتل الرجل ديالو وغادي تظهر هنايا. هنايا كان خص جيد هنا يعلن على ضربه خطا غير مباشره ويقرر هذه العقوبه الانضباطيه على الانذار للاعب البزغودي لان دار اون سيميلاسيون هنا بغى يخطئ الحكم. قلت اللاعب انه حاول يموهل. انه يمول كان من الاحرى انه يعطيه الورقه الصفراء. حنا غنشوفوا انه كان لاعب ديال الحدراف داخل بالكره، وغنشوفوا اللاعب الافريقي ديال الجيش شنو غادي يدير هنا داخل منطقه الجزاء، هنا كيفاش غادي يلعب ياجور وغادي يعرقلو هنا رغم ان الكره ما كايناش عند ياجور. كتبقى دائما المخالفه كاينه لان كما كينص على ذلك القانون يمكن الاعلان عن ضربه جزاء اينما كانت الكره. صعب اللي ما شفتهاش انا، الله يحسن الحكام، انا ما شفتش الخريطه اللي شفتها. تفضل سي. بالنسبه لهذا خانته في التموضع ديالو لانه كان خارج على كاين ضربه جزاء، كاينه موجوده ضربه جزاء مع حافظي، وبالتالي ضربه جزاء عرفات بزاف ديال النقاشات. تفضل الى 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 ركزنا الى ركزنا بشكل كبير يعني على الحركه ديال جلال الداودي وعلى كذلك حتى الوضع الجسماني التشريح الجسماني ديال الحفيظي، غادي نلقاو على ان جلال الداودي على انه استخدم الكوع ديالو استخدم المرفق ديالو على مستوى العنق ديال الحفيظي. حكم المباراه على انه كان في موقف مناسب، على انه كان التركيز ديالو على هذه العمليه بشكل كبير، الشيء اللي خلاه على انه ياخذ القرار اللي صحيح ومقنع باحتساب ركله الجزاء اللي صحيحه بكل المقاييس.